اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو هنتكلم عن كوزمو. خلاص انا شايف ان ده الحدث الرائج بعد كده في مصر، وازاي احصل عليه وازاي اشتريه وسعره كام، خصوصا بعد ما عبد الله راخه جابه وعمل عنه المراجعه. خطوه سباقه ليك عبد الله، هيك عليها. وبكده بقى عبد الله اول مصري يعمل مراجعه لروبوت. اما بقى عن سعره وكيفيه الحصول عليه هقول لك عليها، ولكن خلينا سريعا نتكلم عن مواصفاته. الروبوت ده والاصدار منه كان في سنه 2017، وكان الهدف من صنعه هو رفاهيه الانسان بصفه عامه والاطفال بصفه خاصه. انت عارف على قد ما الروبوت ده حجمه صغير الا انه ذكي جدا. اولا بتحكم فيه عن طريق تطبيق على الاندرويد او الاي او اس، ومن خلال التطبيق ده تقدر تديله بعض الاوامر، او مثلا انك تلعب معاه زي اللعبه المكعبات. اشهر لعبه بيقدر يلعبها الروبوت ده وهي ان لما المكعبين يبقوا نفس اللون اللي يضغط الاول تحسب له نقطه. وكمان بتحط صباعك قدامه، وهو لو ضغط على صباعك قبل ما ترفع صباعك بيحتفل بده. وهنا في سؤال وقفني شويه، وهو تطور الذكاء الاصطناعي. واخد بالك الذكاء الاصطناعي رايح على فين؟ عندك الروبوت صوفيا تقدر تتخذ القرارات، يقدر يتحاور معاك وكانه شخص قدامك. الموضوع على قد ما هو مسلي وجميل، على قد ما فيه جانب خطوري. فيه برضه جانب خطوري ان الروبوتات دي لو خدت قرارات بعد كده ممكن تضر الانسان اللي اخترعها. ولكن اعتقد ان كان هيبقى فيه المفروض نقط ضعف الانسان يكون عارفها من الروبوت عشان يقدر يوقف عن العمل وقت ما يضر الانسان. على العموم خلينا بقى نتكلم عن سعر الروبوت وازاي تحصل عليه. سعر الروبوت عامل $180، اي ما يعادل 2880 جنيه مصري، يعني بالتقريب 3000 جنيه. اما بقى عن طريق حصوله، ودي المشكله، انك مش هتقدر تحصل عليه غير من امازون وبالحجز المسبق. تحجز باسمك انك عايز الروبوت، واول ما يخترعوا كميه او ينزلوا كميه من الروبوت لان الكميه كلها الموجوده خلصت، هيبداوا يدوك الاولويه في الحصول على الروبوت. اما عبد الله رخا زي ما قال ان هو جابه من دبي ب 900 درهم، فانت بقى ليك حد في دبي او دول الخليج يقدر يشحن لك الروبوت ده. وصراحه 3000 جنيه نسبيا في مواصفات الروبوت ده وامكانياته شايفها مش قليل عليه. عامه ده كان حاجه سريعه جدا عن الروبوت كوزمو. اتمنى بقى لو انت استفدت من الفيديو وعجبك تنزل تعمل اعجاب وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.